مختلفة. سيتميز النظام القضائي الجزائري بهذه الكيفية بتواجد مستويان من التخصص، الأول يتجسد عبر الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع التي لها اختصاص جهوي، والثاني يكرسه الهيكلان القضائيان الجديدان ذو الاختصاص الإقليمي الوطني المقترح إنشاؤهما بموجب هذا الأمر. سيدعم هذان الهيكلان المنظومة الوطنية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، وسيشكلان بحكم اختصاصهما الوطني دون شك نقطتي اتصال بامتياز في مجال التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال استرجاع الأموال المنهوبة خارج الوطن.